قريبا أناس، فيشتد أناس ليقولوا فهذا أمر حسن جيد عظيم كريم طاهر مبارك، ويشتط أناس فيقولون بل هذه بدعة لا أصل لها، والبدع كلها عند هؤلاء المشتطين تدخل في نطاق الضلالات المبعدات عن الحق والالتزام. هذه القضية تحدث كل عام تقريبا منذ زمن، ولا أريد التفصيل كثيرا فلعلني أشرت مرارا إليها، لكن لا بد من إشارات إلى ذلك، لا بد من إشارات لذلك. هل هناك أصلا ما يسمى بالبدعة الحسنة؟ نعم، ومن يكذب بها يكذب كبار أهل الفضل وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جمع الناس على صلاة التراويح في عهده كما في صحيح البخاري، ومر بالمسجد فرآهم يصلونها جماعة، وكانوا يصلونها أفرادا أوزاعا يعني متفرقين، فلما رآهم مجتمعين على إمام واحد قال هو: نعمة البدعة هذه. هو سيدنا عمر وصف هذا الجمع فقال: نعمة البدعة هذه. فتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ليس أمرا جديدا حاصلا في عصرنا، وليس اجتهادا من عالم محدث جاء في هذا الزمان ليرد عليه الناس فيقولون: من أين تأتي؟ أنت لست من القرون الخيرية الأولى. إذن هناك شيء طبعا إلى أدلة أخرى يسمى بدعة حسنة. لذلك قال أهل العلم: إنما نعهده اليوم وقد جرى عليه سنوات طويلة، لا من عصرنا بل مئات من السنين خلت على هذا الأمر، وهو الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو بدعة، يعني لم تحصل في عهد رسول الله ولا الصحابة، ولكنها مندرجة تحت البدعة الحسنة الجائزة التي لا ذم فيها، وبخاصة إذا كانت مقرونة كما يحصل في أكثر البلاد بفضل الله، إذا كانت مقرونة بعمل صالح، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الطوابط الشرعية عمل صالح صالح يؤجر المرء عليه، ذكر أوصافه وشمائله عمل صالح يؤجر المرء عليه. الله تعالى هو الذي قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا جاء الإنسان ليذكر أوصافه وأخلاقه المباركة في مجلس في مسجد طيب يوحد فيه الله تعالى ويذكر فيه أوصاف نبيه المصطفى، فحي هلا على هذا العمل. إذا اقترن هذا بآيات من الذكر الحكيم يفتتح بها المجلس، فحي هلا على هذا العمل. إذا كان هذا مربوطا بتذكير المسلمين باتباعه والاقتداء به والتزام سنته والاهتداء بهديه، فحي هلا على هذا العمل. ولكن بالمقابل ما بدأ يظهر وبخاصة في السنوات الأخيرة من نوع من شطط ينبغي أيضا التحذير منه والوقوف عنده موقفا واضحا. إذا كان الإخوة الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم المنشدون يبتغون بذلك عرضا دنيويا زائفا، وبدأوا يتغالون بهذه القضية حتى صرنا نسمع مئات من الملايين لأخ كريم وفقه الله هو مسؤول عن نيته، لكنه يأخذ عشرات من الملايين، لعلي قلت مئات، عشرات من الملايين على احتفال ينشد فيه بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وجه الإخلاص في هذا الموضوع؟ هذه تجارة، هذه تجارة، سبحان الله. ويأتي الناس ليتبارى هذا ليظهر بذاك المظهر، وذاك يصيح أكثر وذاك. ليست القضية صياحا، ليست القضية أعجبني صوت هذا المنشد،
ليست القضية هذه. المقصود من الاجتماع الاتباع، المقصود من الاجتماع أن يذكر رجل بصوت طيب شمائله الشريفة فتنطبع في قلب المسلم، هذا هو المقصود من الاجتماع. أما والله أن يقضى عيد أميد، إيش القضية؟ نحن في عرس أم تسلية أم لعب؟ ويقوم بعض الحاضرين ليرقص، قال هل الرقص حرام؟ إذا لم يكن فيه تكسر يعني تخنص تشبه بالنساء ليس بحرام، لكن هذا ليس الأليق قطعا قطعا، وبخاصة إذا كان في المسجد. عهدنا شيوخنا الفاضلين من كبار مشايخ حلب رحمهم الله، إذا كان حفل مولد انضبط الناس كلهم، كلهم متأدبون جالسون جلسة التخشع، يذكرون الله تعالى ويصلون على نبيه، يطرقون إلى الأرض، معظمون لذكر الله وصلاة على رسول الله. ليس الأمر ليس أغانيا ولا تشبها بالمغنين، وإن كان هناك أناشيد حسنة مضبوطة ليس فيها غلو، لأن هناك كلمات من بعض الإخوة المنشدين أيضا لا تليق بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عندهم صارت من المسلمات، يعني للأسف إن قلت أقرب للكلام التافه. أنا أقول للسيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يم الحسن يحنينا، وصي أبا الزهرة فينا؟ رفيقي أبو الزهرة فيه، كان معي بالمدرسة، وصي فيني. ويتغنون ويعجبون لك، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ أنت تخاطب سيد رسل الله. قال الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، قال كثير من أهل العلم هذا عائد على رسول الله، ثم قال الله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلة، عائدة على الله، تعظيم رسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من أنت ومن أنا لنخاطب رسول الله أبا الزهراء؟ أبا الزهراء قد جاوزت قدري، رحم الله أحمد شوقي، لكن هذا لا يقال. أنا أخاطبك أنت وتخاطبني أنا، فقول لك أبا أحمد أبا محمد أبا محمود، أما رسول الله فأقول يا نبي الله يا سيد الرسل. مين أبو الزهراء؟ رفيقك؟ وإن كان قال من أحمد شوقي يعني رحمه الله وغفر له ويقصد خيرا، لكن لا تليقها هذه الكلمة. لا أخاطب رسول الله يا أبا القاسم، اليهود كانوا يقولون رسول الله يا أبا القاسم، أما الله ماذا قال لنا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول. ما معنى دعاء الرسول؟ أنا بدعي الرسول بقول له اغفر لي؟ ما معنى دعاء الرسول؟ أي خطاب الرسول. لا تجعلوا خطاب الرسول بينكم كخطاب بعضكم بعضا، هذا لا يقال. فسبحان الله، الآن نحن في زمان كما قلت من قديم زمن السخافة، وصل الأمر إلى الإنشاد وإلى أمور دينية لا ينبغي هذا ولا يليق. ليست القضايا فخرا، وكل إنسان أتيت بالفرقة الفلانية جزاك الله خيرا. أذكر حادثة قديمة من قبل يعني الشدائد التي مرت بالمسلمين، يعني يمكن من عام 2006، كانت أمورنا جيدة وكانت الأحوال والأموال مختلف الأمر تماما كلكم يعرف. قلت مرة لأخ كريم صار ذا مكان الآن ومنزلة بالنسبة لطلبة العلم، أذكر في وقتها أنه أحضر أحد المنشدين ممن يأخذون المال الكثير، وهو مسجده في حي شعبي وكثير من سكان الحي فقراء. فقلت أخي الكريم بيني وبينه، لو أنك أتيت بغير هذا المنشد فأخذ ما يقرب من ربع ما أخذه من الأجر الفلوس على إحياء المولد حفل المولد، افعل مولدا جزاك الله خيرا، والقصد اتباع رسول الله ومحبته كما قلنا والتذكير بشمائله، ولا بأس بسماع صوت حسن في القرآن، ورد في الصحيح ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يجمل صوته بالقرآن لتشتهف النفوس لذلك، فلا بأس أن يكون الشعر والمدح بصوت حسن، لا حرج في هذا. فقلت له ائت بمنشد آخر يأخذ أقل من أجرة من ربع أجرة هذا المنشد،
وثلاثة أرباع الأجرة اجعل اقسمها على 50 عائلة في حيك الفقير، وضعها في مغلفات، في كل مغلف في ذلك الوقت، تعرفوا هذا لغات مختلفة الآن، 1000 ليرة كانت 1000 ليرة مقبولة، 1000 ليرة واكتب عليها، أنت مو قصدك الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب بمناسبة ذكرى ولادة سيد البشر نبي الرحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تضع لا اسم مرسل ولا شيء، وأرسل إلى الإخوة الفقراء في حيك فليقرعوا عليهم الباب ثم يضعوها من تحت الباب ويمضوا. أليست هذه أجدى وأكثر وتجمع بين الخيرين؟ أنت قمت مولدان وبالمقابل نفعت أسرا كثيرة سيصلون على سيد الأنبياء من كل قلوبهم لما يرون الرزق الحلال جاءهم بفضل الله عليهم. قال نعم نعم، لكن نعم نعم ليضحك علي، وغالى وغالى وغالى. الآن سمعت 30 مليون، المنشد بده 30 مليون، ده يجي من الشام الزلمة، 30 مليون، الله يرزقه 30 مليون بهذه الظروف، هذا أجدى. أكرر، أنا لست، لأنه مرة طلع واحد وفقه الله وإياي وأصلح المسلمين، طلع قال الشيخ أيوة حرام المولد من جماعة البدعة، الله أكبر، لا إله إلا الله، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم السقيم ومدها مدا طويلا 16 حركة طبعا ما فيه مد، أي من باب الدعابة. إيش هذا لا إله إلا الله؟ لما يريد الإنسان الحق وأن يكون متوازنا في طرحه، إما أن يوصف بشرق أو غرب أو يمين أو شمال، ليس هناك توازن، بلهجتنا الحلبية يا طخو يا كسور مخو، ما في حد وساط، ما في تعقل، ما في إنصاف، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. فيا أيها الإخوة الكرام، يعني اشتط الناس كما قلت يمينا ويسارا، لو كان الأمر متعقلا لكان بها. بعض الإخوة في مصر، الموالد التي تجري بخاصة في مصر، يجتمع الرجال والنساء في مكان واحد بلا حواجز. أذكر رحم الله العالم الجليل والداعية الكبير الشيخ أبي الحسن الندوي، على بعضكم سمع به أو قرأ له، عالم كبير من علماء الهند، يحدث له كتب كثيرة من جملتها رحلة سائح إلى الشرق العربي. يقول جاء مصر سنة 51، سنة 1951، يعني 73 سنة، فزار مصر ودخل إلى الموالد، يقول رأيت بعض النساء في الموالد والمادح يمدح، يعني يذكر شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس واقفون، فأخذها نفحة من وجدي واقف مع الرجال، فضمت الذي بجانبها وقالت على حب رسول الله. إيه صار؟ الجنون فنون، يعني الجنون فنون. الحمد لله في بلادنا، في سوريا، في بلاد الشام بشكل عام، نحن أمورنا منضبطة. الإخوة في مصر من يوم يوم عندهم جنون، معروف هذا، إذا المطرب سووه استغفر الله العظيم نبي، كانت أم كلثوم سووها ألا هو إلا قليل من جنون، سبحان الله. فالمغالاة مردودة على وجه صاحبها أيا كان القائل. فلذلك الحمد لله نحن مواليدنا منضبطة، لكن كما قلت بعض الإشارات البارحة، تذكرون بعض الإخوة طلبة العلم يقف في المولد ليعدد بعض شمائل رسول الله وكلها حديث موضوعة. قلت البارحة تذكرون وأكرر، يا أخي أحاديث معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة في الصحيحين بالعشرات، أخلاقه وأوصافه الشريفة الحسنة الطيبة الثابتة، وقصصه في التعامل والإحسان للبشر بالعشرات. أترك كل هذا لآتي بالأحاديث المكذوبة الموضوعة المختلقة التي لا أصل لها، لأرويها على مسامع الناس، ثم بعض الناس يحتز، وإذا قلت له هذا حديث موضوع، أنت وهابي، وهابي الله يرزقك، حديث موضوع طلع الواحد وهابي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
في ولادته جرى كذا حصل كذا، ما أفصلها مشان ما تفهمني غلط. بعض الأشياء المذكورة في السيرة وليس كلها ولا جلها، بعض أحيانا بعض التفصيلات المذكورة في روايات كتب معروفة بالموضوعات، لكن هذه الرواية مثلا فيها شيء خارق للعادة، وإذا رواها الراوي بصيغة معينة ورفع صوته الناس كلها تقول الله، فهو يريد أن يستثير هذا الصوت في الناس ليقولوا عنه ما شاء الله إيش هذا الخطيب البليغ الفصيح الكذا، وأنت تروي حديثا مكذوبا، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كيف تطيب نفسك بهذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فلذلك يا أيها الأحبة، لو أن الأمر كان منضبطا لاعتدل فهم كثير من الناس، ولا استطعنا أن نرد عليهم ردا علميا متزنا مقنعا. ليست القضية يعني مهاجمات ومهاترات بين المسلمين، ولكن لما يشتط أناس سيشتط أناس من الجهة الأخرى، هذا أمر طبيعي موجود في البشر. لما بساوي صديقي أحسن إنسان، صديقي الثاني بقول لي لا هذا أكذب إنسان لأنه بنحر وبغار، سبحان الله. فلذلك التوازن في حياتنا أمر مطلوب يا أيها الكرام، فلا بأس بذلك. مرة قال لنا، وهذا الأمر مكتوب على النت، وقاله لي بعض الإخوة، أنتم تحتفلون بيوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تذكرون في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الراجح توفي أمتى؟ في 12 من ربيع الأول، وولادته الشريفة عند كثير من أهل العلم في 12، لكن هناك خلاف ذكرته في أوائل السيرة إذا كنتم تذكرون أيضا. قلت الراجح أنه ولد يوم الاثنين وهذا في صحيح مسلم، والراجح أنه ولد عام الفيل وهذا أمر شبه متفق عليه عند المؤرخين، والراجح أنه ولد في ربيع الأول. فلما جاء العلماء المحققون وبحثوا قالوا يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل لا يوافق يوم 12، على كل أمر سهل يوافق يوم 9، ما في مشكلة، ما في مشكلة، فليكن اليوم 12 كما ذهب إليه عدد جيد من العلماء من قديم. هل شرع الإسلام لنا أن نحتفل بالوفاة أو أن نظهر مثلا كما يفعل بعض الناس المغالين اللطم والحزن على وفاة رسول الله؟ هل هذا جائز في شرع الإسلام؟ هل يجوز أن ألطم على وفاة سيدنا موسى، على وفاة شيخي، أن أشق الجيوب؟ أن ماذا؟ أمرنا بالصبر، أمرنا بالاحتساب. فلم يأذن لنا الشرع أن نظهر الأحزان الظاهرة على وفاة رسول الله، بينما أذن لنا الشرع أن نظهر الفرح بأمور كثيرة. قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ألم يل رسول الله في صحيح مسلم كان يصوم اليوم الاثنين، سألوه قال ذاك يوم ولدت فيه. إيش نفهم من هذا الكلام؟ كأنني أشكر الله على نعمة إيجادي في هذا اليوم، فأفرح لذلك أن خلقني وأرسلني وابتعثني للناس فأصوم هذا اليوم شكرا لله. ألم يأذن لنا الشرع ويسن لنا أن نذبح العقيقة عند ولادة المولود؟ هل سن لنا أن نذبح كما يفعل بعض إخوة هداهم الله الأنيسة عند موت الميت؟ لا، قلت لها لكم مرارا ما شرع لنا ذلك. الآن إن كانت لقصد التصدق على الفقراء ذاك أمر آخر، هي جائزة لكنها ليست سنة. فالشرع أباح لنا بل أمرنا أن نظهر السرور بطاعة الله، لم يأمرنا أن نظهر الحزن الظاهر واللطم وما إلى ذلك على الوفاة. فالذي يقول أنتم تحتفلون بيوم الوفاة نقول نعم، لأن الشرع أذن لنا بالسرور بالنعم، ولم يقل لنا الطموع عند حدوث المصائب، بل قال لنا اصبروا وتحملوا. فلما أكرمنا الله بهذا اليوم المبارك نظهر السرور، أين الحراج؟ سبحان الله. المشكلة كما قلت يا أيها الأحبة أن يغلو الإنسان، وهذا هو مصاب زماننا، هذا شيء موجود في كثير من المسلمين وبخاصة العرب. نحن يعني أنا منكم وأنتم مني وكلنا نعرف، كلنا عرب كذا مسلمون،
نحن أصحاب عاطفة جياشة. تحب ابنك يا لطيف، إذا الهوى دا يمسه بتمنع الهوى عنه. تكره جارك بتساويه يهودي، نتنياهو أشرف منه. هذا واقعنا. طيب هيك الحق؟ الله تعالى قال وإذا قلتم فاعدلوا، أمرنا بالإنصاف بالنصف في حياتنا، لم يأمرنا بالشطط. فسبحان الله، العاطفة إذا اقتنعت بهذا الفكر سأناضل عنه، وكل من يخالفني الرأي فهو مجرم. وإذا اقتنعت بذاك الفكر كل من يخالفني الرأي فهو خبيث. هكذا يكون الإسلام، هكذا يكون الدين، هكذا تكون الدعوة إلى الله. سبحان الله، ليست كذلك. فإذا إذا كنا منصفين معتدلين فلا بأس بإظهار السرور بذكرى ولادة سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله اتباعه ومحبته، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.